قال الله تعالى كما ذكر الأخ من قبل: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهذا هو السبب في خلودهم في نار جهنم. لذلك قال الله تعالى كما ذكر: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالله عز وجل يبين أن رسله الذين أرسلهم إلى هذه الأرض جاءوا بالحق، والحق هو كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، والتي من أجلها أتينا إلى هذه الأماكن. والله أن احنا جايين للأماكن دي عشان ربنا خلقنا ورزقنا وسوانا وعدلنا وبعدنا مش لغيره. ناس كثيرين جايين من أمبدة، وناس من الثورة، وناس من صالحة، وناس من وراء البحر كمان، من بحري، من الخرطوم، جايين لشنو يوم الجمعة العصر؟ يقول لك والله جايين للشيخ المرضانة، جايبيننا للشيخ حمد النيل، العيانة جايبيننا كذلك، الما ولد السبع سنة جايبيننا، المزوج جاي للشيخ، العربيتم عصلي جاء عضت مكنة جاي للشيخ، الطفت بلكات ركشة جاي للشيخ. يا ناس الشيخ ده شنو؟ الشيخ ده ما هو؟ الشيخ ده رفات عظاما باليات. والله كان مركته برا قلت له صلح الركشة دي، ما بصلح لك عشان تنتهي من موضوع. برا كان مركته عديل، مركته وده لو حرف امتناع لامتناع، لكن لو مركته جوا برا وجبت له المفاتيح والإزبيرات ما بيقدر يصلح لك. انت جاي له ولا شنو؟ عشان كده قال لقد جئناكم بالحق، والحق دائما حر. عشان كده ربنا قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عشان كده الواحد ممكن يجي الحلقة دي يقول لك والله الناس ذيل كلام سمح لكن حار. أي حار؟ ما حق. الناس الله خلقها متجهة لغيره، رزقها تشكر غيره، والله شفاء تشكر غيره. عشان كده نحن جينا للمسألة دي. ناس كثيرين الآن يطوفوا بالقبة هنا. والله قبل كم زمن أنا قاعد في سوق أم درمان، قال لي في مرتين جن للشيخ، والله مرتين. قال الأولى قالت للشيخ أنا لي 3 سنة ما ولدت. قال الشيخ قال لا لك 3 سنة وما جيتيني. اتفضل اتفضل يخش. احنا جايينك هنا عشان تحافظ أول شيء على مالك، ما تدي بياض في الدين، ما في بياض وسواد، ما في كلام زي ده. والحاجة الثانية ما تودي مرتك للشيخ. يا ناس دي ما رجالة، الدين براو، دي رجالة سائمة عندك انت معناتها. زول الله يسألك انت عرستها من بيت ابوها على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد 3 4 سنة ما ولدتها جايبة لأبوك الشيخ. أبوك الشيخ ده بشنو؟ بتاع نساء وتوليد؟ ما بتاع نساء وتوليد، بتاع حصاوي؟ ما بتاع حصاوي. وزعت أبوك الشيخ الكبير مات بحصوة، معناته ما بتاع حصاوي ولا ما مات بحصوة؟ ما شفت أبوك الشيخ شيخ الزريبة قال يا أبو التاية ويا حامد أبو عصايا ما تزيلوا البلايا ومرات شنو؟ ومرات كلايا. مرق في الأردن ومشى مصر، أو مشى مصر ألف مصر المؤمنة، ربنا انتقم منه في مستشفى ساهر وساهرون. عشان كده المسائل دي خطيرة جدا. انت شوف جيت الحلقات دي، ولله الفضل والمن وكل الفضل لله أن هذه الحلقات تقام لتوحيد الله وللثناء على الله ولشكر الله. هنا ما بنشكر لك زول، أبونا الشيخ طار وركة هني ماف، ما عندنا شيخ، شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن القيم قال: والسني إذا سئل عن شيخه
قال رسول الله ما بنشكر لك بشر هني، نشكر لك الله بس. عشان كده ربنا عز وجل قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم أخذتم لكم يا سودانيين، قل أفاتخذتم يا عبيدي، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ما لهم الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. عشان كده الرسل أقوام طردوهم وهاجروا من بلادهم، ليه؟ عشان جاءوا بالحق. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا ناس حمدان الليل، اجتنبوا ناس البرعي، ناس الكباشي، ناس المكاشفي، والله. عشان كده ربنا عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فنحن الحلقات دي قائمين لكي يرجع حق الله وهو عبادته وحده لا شريك له إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والناس ممكن تكون عندها عقائد ما كويسة تجي تستحمل الحقن ديني، والله دي حقن تتروسايكولين 15 سيسي، لا 5 لا 10، تستحملها بعدين بالليل بتتوجع، بعد بكرة بتبقى موحد عقيدتك في الله، لا بتبروك لك لا شيخ، لا بتعصر لك قرآن شيخ، لا بتتمسح لك بتراب، دايرين انك تمشي لله بس. عشان كده نزل الله عز وجل أن يوفق الجميع. وأقدم المتحدث بعدي، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.